يوالي ويقوي وقت يتسر البطن قدروا انه وياه العوضة من دي طب رحل دماغ كيرا من دي قبل العيد شي شغل اللي فضل ضحي على صفحة الضحي اتفقنا على انه ضحي دينا اتنا ويمين ضحي ليش العيد؟ يعني انت وهي كل واحد تبيعها؟ طيب طيب ليش العيد اللي راضوا طبعا؟ شو اذا تراضوها انا ما بقدر الا روحي ولا دي مش كده روحي تقول كرهاني قلت له دي تقول له عم حرب ام علينا بس على اساس تطلعي تمضي العيد تتغطى لي تمضي العيد شرط اذا بدي ترضي تمضي العيد بعد العيد تمضي او تنزل تطلعي تمضي العيد اذا تيجي على تنزل بيتين موجودات يعني الصبحيات بعدنا انه نطلع ان شاء الله بطلع نزلت قال انا بشوفها في يوم دي فاتورة قلت لا الله عم بصلي ربي دول حق انا ضل عم طلب مدين بقى فاضر تلتين هي ما عدت رأيي بسرعة عم صار جور هون ما تور مو مجازي اعتبار انه ما عدت رأيي انا اخطأ في ذا الحمار قلت لها فيئت بالوضع قلت لها بريدي تاتي ترى انه طحي تريد تعتبرينها يعني تراك يوسف هاي خوش تعبيك يتولي ولا خلص يعني احدى الجهات تاتي حقها وتروح بتجيب واحده فيها تاتي واحده ثانيه او تطلع توسعيها هذا اللي بعث لي هذا مو شيء يوسع وليش لا ما وصل لي كل سبب غير اني ما وسع نتيجه طلعت وزعتها فوق جات التسليحه والمجالس الفقيره والمجالس صحيح صحيح طلعت وزعتها بيها ساعه حسب ما انت بعت الخيطه نعم انت بعت الخيط والخيط ما جاز او ذبحك لاغنيتها نعم ما جاز ذبحك لاغنيتها بدون اذنها سمحت وقفت سمحت بعد خراب البصره ايه شو الخيط شو الخيط المهم لما هو انت كنت معتديا والان كنت معترفا بانك كنت مخطئا فان بقى خطاك هذا يصححه رضاها فيما بعد هيهات هيهات هذا على مبدا ذاتي لاحقه الوكاله السلبه نعم ذاتي لاحقه الوكاله السلبه هذا في القانون السلام عليكم اهلا وسهلا وبركاته لا انما هي لحم شاه قدمت رائحه قدمتها لامي ضحي عنها بغيرها غير صدقه يعني هي بقيت عندك في البيت لبعض العيد لا بريد لا بريد وزعت تاينا فور وزعت أما أنا ما أشترك فزعتها لا طلعت وزعتها وزعتها هي بقيت عندك يا العيد لا طلعت وزعتها وزعتها هني كفا مو ما كيف توزعتها العيد في يوم لا ثاني يوم يعني اول يوم ذبحت انت كانت موجودة عندك لا لا كان شو عم تقول ثاني يوم نعم شو عم تقول ثاني يوم راحت هي رجعت بالليل يعني ليله العيد نزلت صح انا ذبحت نهار العيد طلعت هي ثاني نهار وساعتها انا اكثرك في من العيد كانت عندك لا تقول له بقيت مشكلة لا لا شو بدي وزعي فوزعي انا ما اكثرك عن التوزيع لا ما كان موجود ولا انا وقت ذبحك انت السنتين دول ما كان موجود لا ما كان موجود طيب اخواتك ذبحوا؟ لا ما ذبحت اذبح له ذبيحة ولازم تسألني بقى شو بدك بيعلمك وبيعلمك السيدة هي كلها كيف لازم تسألني؟
الفتحة كانت في البيت عنده خلاص أجزأت الأضحية تبعوا عنها وكانت الصباح أو خلاص السلام عليكم أخوي سلام سلام لو كانت أمك ضحية السلام عليكم Quiet.